مدينة بلودان تعتبر من أشهر المصايف في سوريا، وتتميز بجمال طبيعتها، وتقع في شمال غرب دمشق على بعد 50 كيلومتر، وترتفع عن سطح البحر نحو 2500 متر. بلودان من أشهر المعالم السياحية بسوريا، بارتفاع عن سطح البحر، بهواها النقي، بينابيع، عندنا عدة ينابيع ممتازة، عندنا نبع أبو زاد، عندنا نبع عين حزير، عندنا نبع عين الدولة، نبع عين البيضة، هاي كلها مي عذبة وبتاخد العقل. بلودان بلدة قديمة واسمها مشتق من الاسم الآرامي بيلدان، ومعناه مكان إله بيل أو بعل، كما سميت بلد اللوز لكثرة أشجار اللوز على سفوح مرتفعاتها. تمتاز بجوها العليل وجميع قراها وبلداها، فهي سياحية بامتياز. طبعاً الحمد لله يعني خلصت الأزمة والحرب اللي كانت موجودة، العالم رجعت على منشآتها السياحية وعلى مزارعها وعلى بساتينا، ونحن في عنا مناطق سياحية ومناطق أثرية موجودة على مستوى المنطقة ككل، فهي غنية سياحياً، فهي تعد من أهم المناطق السياحية على مستوى القطر. بلودان مصيف له شهرته محلياً وعالمياً، وهو إضافة لجمال طبيعته، فأنه يضم الكثير من الآثار المهمة مثل آثار وادي مارلياس ودير يونان الواقع فوق قمة جبل يونان، ودير مرجرجس ومغارة موسى الأثرية، كما أن فيها العديد من أجمل الفنادق والمطاعم والتراسات التي تتميز بجمال خاص وإطلالة ساحرة. جبلنا دم بالتراب وجبلنا، ومهما الدهر بغدراته جبلنا، منبقى هون ما منترك جبلنا. ترابك سوريا أغلى من الذهب.